بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوف أقدم لكم في هذا الفيديو بعض المعلومات التي تساعد أصحاب أمراض أو مرض السكر أو مرض السكري في اختيار الأطعمة التي يتناولونها. فكما نعلم جميعا أن أصحاب مرض السكري لا يجب عليهم أن يتناولوا المأكولات التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر، وفي نفس الوقت لا يجب علينا أن نحرم هؤلاء من الأطعمة التي هي فيها شيء من السكري، وذلك لعدم حرمانهم، لأن حرمانهم يؤدي إلى لأن الحرمان الخاص بمرضى السكر، هذا الحرمان قد يؤدي بهم إلى الاشتياق الشديد إلى المأكولات، ويأكلون مأكولات بها سكر كبير، ومن ثم يضرون صحتهم. فسوف أقدم لكم في هذا الفيديو جملة من المعلومات، ولكن رجاء رجاء لمرضى السكر، من يسمع هذا الفيديو يجب عليه أولا أن يأخذ هذه المعلومات أو يستفيد من هذه المعلومات، ولا يقدم على أكل أي شيء، أو لا يقدم على أو لا يتبع الفيديو إلا باستشارة الطبيب، لأن هذه المعلومات طبعا هي صحيح أنها مفيدة لمرضى السكر، ولكن يجب عليك أن تستشير الطبيب الخاص بك كمريض سكر، وأخبر الطبيب هل هذا الكلام صحيح أو غير صحيح. فلنبتدئ على بركة الله. بالنسبة إلى هذه المعلومات، نبتدئ بالشيء الأول، وهو المؤشر الجلايسيمي. ما هو المؤشر الجلايسيمي؟ المؤشر الجلايسيمي هو سرعة ارتفاع مستوى السكر في الدم، هو سرعة ارتفاع مستوى السكر في الدم، بمعنى أن المؤشر الجلايسيمي هو السكر عندما يرتفع وسرعة السكر في الدم بعد تناول أي طعام. طبعا الأطعمة، عند تناولك للأطعمة فترتفع نسبة السكر، أو ترتفع كمية السكر ترتفع نسبة السكر بسرعة، وهذه السرعة كما ذكرت لكم في الشرح هي التي يطلق عليها بالمؤشر الجلايسيمي. نحن الآن لدينا مجموعة لدينا هنا بالنسبة إلى ما يندرج ضمن المؤشر الجلايسيمي، فيوجد هناك أطعمة ذات مؤشر جلايسيمي مرتفع، وهذه الأطعمة هي التي تكون ذات مؤشر جلايسيمي أو الرقم الخاص بمؤشرها الجلايسيمي أكثر من 70، هذا بالنسبة للمؤشر الجلايسيمي المرتفع. وهذه الأغذية التي يكون فيها مؤشر جلايسيمي أعلى من 70 غير مفضلة لمرضى السكر. أعيد وأكرر هذه المعلومات، عند أخذكم لهذه المعلومات حاولوا طبعا استشارة الطبيب حول صحة ومصداقية هذه المعلومات، لأنني لست طبيب ولست طبيبا لكي أعطي المعلومة بدقة. فأنت خذ المعلومة ومن ثم توجه إلى طبيبك أو اسأل طبيبك عن هذه المعلومات وكيف تستغل هذه المعلومات لتفيدك. بالنسبة إلى الأطعمة ذات المؤشر، ذكرنا الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع والتي يكون مؤشرها الجلايسيمي أعلى من 70 أو أكثر من 70، فهي غير مفضلة، فهي غير لمرضى السكر، بمعنى فهي غير موجهة لمرضى السكر أو غير مفضلة لمرضى السكر. هناك كذلك أطعمة ذات مؤشر جلايسيمي متوسط، هذه وهي التي يكون مؤشرها الجلايسيمي ما بين 55 و70، 55 و70. هناك كذلك أطعمة ذات هذه وهناك أطعمة ذات مؤشر جلايسيمي منخفض، وهذه الأطعمة
هي الأطعمة التي تكون ذات مؤشر الجلايسيمي أقل من 55، بمعنى وهي أقل من 55، أقل من 55. فمرضى السكر عليهم أن طبعا عليهم أن يختاروا الأطعمة ذات المؤشر جلايسيمي المنخفض، بمعنى التي تكون أقل من 55. نأتي إلى الشيء الثاني وهو الحمض الجلايسيمي. ما هو الحمض الجلايسيمي؟ الحمض الجلايسيمي هو كمية السكر والكربوهيدرات الموجودة في الطعام، بمعنى وهناك بالنسبة كما ذكرنا وسلفنا ذكرا عن المؤشر الجلايسيمي، نفس الشيء ينطبق على الحمض الجلايسيمي، حيث أن الأطعمة ذات الحمض الجلايسيمي المرتفع التي يكون رقمها هنا أكثر من 20 طبعا غير مفضلة لمرضى السكر، بل مضرة بالنسبة إلى الأطعمة ذات الحمض الجلايسيمي المتوسط ورقمها يكون من بين 11 و20، يجب على مريض السكر تناولها بكميات معتدلة، لا أن تأخذ وتقول قيل لي أنها حمض الجلايسيمي متوسط أو حمض الجلايسيمي متوسط من 11 إلى 20، وتبدأ تأكل وتتناول هكذا، وطبعا الحبة تلو الأخرى أو البرتقالة تلو الأخرى أو التفاحة تلو الأخرى، وتقول هذه حمض متوسط الحمض الجلايسيمي. لا، عليك أن تكون معتدلا، وعليك أن تأكل حبة واحدة أو تفاحة واحدة أو إلى غير ذلك. بالنسبة إلى أطعمة ذات حمض الجلايسيمي منخفض، يعني أن مؤشرها الجلايسيمي 10 أو أقل، وهذه الأطعمة المفضلة لمرضى السكر، بمعنى أن كل من الحمض الجلايسيمي والمؤشر الجلايسيمي فهي المفضلة لمرضى السكر. حاولوا أن تتناولوا من وجهة نظري الأطعمة ذات الحمض الجلايسيمي المنخفض والمؤشر الجلايسيمي المنخفض، ولكن إذا تناولتم أطعمة ذات حمض ومؤشر جلايسيمي متوسط عليكم أن تراعوا الكمية، عليكم أن تراعوا الكمية. وأقول وأكرر هذه المعلومات لا تعمل بها إلا باستشارة طبيبك، أما أنا فأنا أقدم لك المعلومة فربما أنت لا تعلمها. هنا يوجد ملاحظة عند عمل الفاكهة بالنسبة لي، أو عمل الفاكهة عصير، فسوف تفقد الألياف التي بها والتي لها دور في تقليل وتأخير امتصاص السكر، بمعنى إذا كان عندما سوف أتكلم بالدارجة، إذا كانك أنت مريض بالسكر وعندك مثلا برتقالة، معناها برتقالة، هذه البرتقالة فيها ألياف، هذه الألياف تساعد على تأخير امتصاص السكر، فلو أنت هذه البرتقالة قمت بعصرها فهذه سوف تفقد الألياف، والألياف لها دور، هذه الألياف عندها دور باش تمتص السكر، تعود تمتص السكر بشكل سريع وبمعنى بشكل كبير، وعليه فإنه سوف يرتفع مؤشرها الجلايسيمي كما ذكرتكم في بداية الفيديو، والحمل الجلايسيمي، وتصبح مضرة بالنسبة لك، عليك تناول مثلا على سبيل المثال بالنسبة للبرتقالة، يجب عليك أن تتناول البرتقالة لا أن تعصرها فقط. بالنسبة إلى هناك فاكهة يمكن لمريض السكر أن يقوم بعصرها، عفوا، بالنسبة لمرضى السكر كما ذكرت لكم لا يأكل الفاكهة معصورة إلا هذه الفاكهة، وهذه الفاكهة ألا وهي الليمون، ولكن يجب احترام الكمية، عدا الليمون لا تقوم بعصر الفواكه. وهذا ما أردت أن أشارككم في هذا الفيديو، أرجو أن يستفيد الجميع، وفي الأخير
أعيد وأكرر، لا تأخذ المعلومة أو خذ المعلومة وطبعا وتيقن منها بسؤال طبيبك، طبعا سوف يشرح لك أكثر وسوف تتوضح لك الأمور أكثر. أرجو أن تستفيد الجميع، وطبعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.